فهمت علي شلون؟ يعني يا هلا ما فهمت عليك، شو قصدك يا بي؟ رح بطل صوتك، بطل صوتك، شو شايفني اطرش انا؟ سامعي ثقيل، عطلي صوتك. لك صاير عم شوفه بمنامي لك يا نمس، عم شوفه بنومي. ما شاء الله، لا لك في تصريفي معه بدي اخلص منه، ما لي عارف علي شلون، خلصني منه. يا الجبل؟ لك ايه للجبل، شو صار لنا ساعة عم نحكي، عم غني بالطاعون انا. اي والله صوتك حلو بيني وبينك، بس يعني شو بدي اقول لك؟ خلص لقيت لك هالدبار عندي، بس لازم تدفع لك يعني شيء اجار شهر. شهر واحد؟ وشهر. خلص يعني شهرين. شهرين بس خلصني منه. والله شكرا لك، ها ها قبضني. يا عيالي. يا ابني يا شمال، تعال عندي. روح روح مع عمك، انت مسوي شو بده منك، يلا روح. الله معكم. تعال يا ابني يا شمال، هات حملني يا حميل. لا تفكيلي هيك. يلا السلام عليكم يا بيك. الله معك. اول شي بيك، لا سلامتك، شو بده منا عمار؟ يعني بدي لك هيك كلمتين حلوين. والله يا اخي يا جبل، الدنيا كلياتها اسمه ونصيب، والواحد اذا كان يعني اذا له ميات فبده يشربون، وانت ما عاد لك نصيب عنا. خير شو في؟ لا ما في شي، ما في شي، بس انه ابو بدر ما عنده اياك تشتغل معه. بس ليش شو عملت له؟ بدر مني شيء؟ لا 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 لا، بدر ابو بدر، بدر ما بدر منك شيء، بس القصه وما هنالك يعني. يعني اخي ما بيلبق له، انت لازم تشتغل مع بريق، مع باشا، مع هيك، عرفت علي شلون؟ يعني هذا واحد بيطبق عليه المثل، خمسه سته بخدمته وهو عم ينشق محطه، فما بيلبق له. انا ما بيهمني، انا كل شيء بيهمني اللي بيعطيني مصاري. وهو ما معه يعطيك مصاري من اخره بالمشرمحي، الزلمه ما عاد معه. شي ومعاشي، معاش شهر كامل بحاله، وينه؟ شو هالحكي؟ ايوه اخي خلص، انا رح هلا عندي عندي، انا رح اعطيك مني من مصرياتي معاش نص شهر، مضمون عليك نص شهر؟ بتمون؟ ايوه خلص، وانا رح ادفع مني، حل لي اياها انت وياه، انا بدي تم حلها بيناتكم. شوف لشوف، هاي لا لا، منيح هيك؟ وجب، ودربي سد ما يرد، خاطرك معك حق، دربي سد ما يرد. شعره من ابو بدر مكسو. لك البس البس، عم تحبسني انا، انا في عمرك عم تحبسني. وحياة الله، وحياة الله زعلان منك انا. لا 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 يا ولك يا عزة، تعال قلنا تعال قلنا لك تعال قلنا. انا عملت هالشي قصدًا مشان شغلة، ولك انتو بدون الزعران مثلنا بتسكروا المخفر وبتصفوا بلا شغل، شبك مجيان. أنا مشانك، مشان يقول أبو يودرت والحكومة إنه مجان عم يشتغل وصار في زعران وعم يضايقوه وكذا وبشا، يا كان بشرفك؟ بشرفك لحمة قديش لغبي؟ خيرات الله لحمة، شلون فكرت هيك فيك أنا؟ بس بيعرفني تعرف إني كنت رح أغلط قل له لأبو جودة إنك حبستني؟ أبو جودة لك روح، روح يا مجان، إلهي أنت وأبو جودة يقبروكم عدوينكم. آمين يا رب. تعرف كل ما اشوفك انت ابو جودة بتذكر العصافير. عصافير؟ تسلم يا رب. بس ليش انت منتوفه على راسه ريشه؟ ايه منتوف على راسي ريشه هو، بس انا زعلان منك هيك بتحبس في عمرك، بتساويني خريج حبوس. ما الحبس ارجال شباب، هلا بيقولوا مش خريج حبوس، بعدين صار مثلك مثلي. ايه والله الحبس الارجال، شلون نسيت هاي؟ واسم انه هيك صرنا صحبه ورجال مثل بعض، خريجين حبوس. عزمك على عروسه فشه ما صحت للمندوب السامي. قومي ربك انا، والله مرات حتى بتشبهني مو بالشكل بالكرم. امشي امشي قدامي. لك شايف، لك شايف الدكانة شلون صارت؟ لك شايفها؟ لك شم الريحة شمها؟ لك شامي وشايف شو بدنا بالحكام؟ طول بالك شوي، يلا بننظفها وبنغسلها بترجع مثل ما كانت وحسن. قلت كانت وحسه. ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين المعلم النمس؟ ايه هلا هلا بيرجع، شو رح تاخذه للخرفان؟ لا والله. لك شو؟ شو لا والله؟ طول بالك على الرجال، لك شو بنعمل حكام؟ شو شو؟ عندي شوي لنفهم منه. جبت لهم العلف، لهسه ما حسيت ببيعتهم. يعني ما رح تاخذهم؟ لا لا والله. ايه بسيط عمي، اعطينا نص ورقه هيك اجار التاخير، واعطيني العلفات انا بتكفل فيهم. نص ورقه؟ نص ورقه، ايه هات نص ورقه لقلك. اجار تاخير بس. طيب يلا. شرف. يوه هاي ربع، نص ربع ثانية. يلا وهي.
ايوه شرف. ايوه روح الله ييسر لك، لا تاكل هم، انا بدير بالي عليهم، روح الله معك. طيب ادعوا لي بلكي بحسب بيعتهم. ان شاء الله بتبيعهم كلهم، الله معك مع السلامه. يلا يلا. لك شو عملت؟ لك شو عملت؟ روق شوي ابو حكي، روق شوي، امسك لك امسك، هي ربع لك، هي ربع لي، لا تقول له للنماس، روح روح منك هالشاي عنا، روح لك روح. والله يعذب لي يا اخي. نعيم نسيت عليك. لك بالسينما بدك تشتغل؟ ايه 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 بالسينما. شو فيها؟ لك شلون شو فيها؟ وشغلك هون بالدكان؟ لك اخي انا شغلي بالدكان بالنهار والمساء بروح على السينما. ايه والله تعبي يا اخي تعبي. لك شو بدي ساوي يا صهري؟ شايف الدنيا كيف قايمة قاعدة وانا عندي كوم لحم وانت بتعرف. يلا يكون بالامان. مسيك اخي مسيك. خلي لك خلص مسيك. معوضين. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلم الايدين. مو بس بدي اشتغل بالسينما، بدي اشتغل بالفعالة لسا. عليك والله خايف يطب علينا ابو النار. لك والله صدعتني بابو النار، ما راح يجي هلا ابو النار، الزلمه راح يبيعون ونخلص منه. خلصنا شراب شاي، خلينا نروح على سوق الدوابه الله يترزقنا. المهم اجيب سير النمس، والاهم انه نخلص من الخواريف. شباب ليه احلى شال والله. هلا والله حي الله. لك 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 ولا شو منين جايبين على فل الدواء؟ على فلتواب. صاحبه 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 جابه. ايه قلت لي واخذتوا منه اجار التاخير. ايه لك لا لا لسه ما اخذنا لسه. حرام. ما معه النقله. ايه فهمت علي النقله. وقديش بعتوا الحليب؟ حليب شو؟ ولك يا طسم انت وياه الخواريف عنا، يعني بالليل يا إلنا وبنهار يا إلون، فمنبيع حليباتهم بنعوض أجار التأخير يلي ما أخذته. حرام يا بني آدم حرام. وليش حرام؟ هاي رجعة الله بعت لنا ياها وهبنا ياها، ومثل ما بيقولوا الأجزاء وهايب وما هي نهاية. شرب شرب شاي. هلا ما فهمت يا ستي، يعني شو صار؟ لك يا تقبرني، القاضي شكر بجدك وخلى عنا الولد موقت. ايه بس ما حكم بالقصة. ما فيها حكم القصة خالتي. شلون؟ القاضي عطى مهلة لينسأل عن جدك مشان يقرر. شو بده يسأل يعني؟ بده يسأل عن عيلته وضعه وحالته مشان ما ينظلم الصبي لك خالتي. أعوذ بالله. هيك القانون. يبعت لهم حمى هنن وهيك قوانين، بدل ما يمشوا قانونه يروحوا يدوروا على أهل الولد اللي زتوه. اي والله عن جد، خجنتي تصير القاضي ستي. تطلع على ابري. اسمع، قال انا بدي اصير القاضيه، اذا صرت القاضيه ما بتركها كل حياتي تقبرني. تقبشني. تنكي شو وشوي ان شاء الله هيك الواحد بجاوب. نعم. ونعامه ترفسك هيك الواحد برد. ايه. ونواي ان شاء الله يخرب بيتك رتبه الرجال. قلي تنقال اقوالك الهي، شد حنكك وجاوب. تفضل. الله يحرمك فضله. شو خليك رجال وجاوب. شو بدك؟ اخي يلا شو بدك؟ شلون بدك يعني رد لحتى رد؟ قلي والله شو؟ يعني عم تاخذني على قد عالي. والله يسامحك يا نمس، هلا هيك عم تتفشش فيني؟ قلي مشان شو ناديتني من فوق؟ شو بدك؟ اي والله صحيح تذكرت. سمعت عمكي بيقول لك المثل، وقت بيخلص عنبك وتينك كل الناس بصيروا عدوينك، مشان هيك نحن لازم نطلع لنا قرشين من هدول الخواريف، قرشين نخبيهم على جنب ونسترزق منهم المدير. شلون؟ منحلبهم ومنبيع حبيباتهم. لك يا عيني عليك يا نمس، ايش كان هيك؟ امشي على الحاره خلينا نروح نحلبهم مشان نلحق نبيعهم من على بكره الصبح، امشي. يا رجاء يا رب ما يا شباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو جاب؟ شو جاب؟
شو عم تعملوا هو؟ عم بهيئ. حبيبي وزن قرنين شو عم يعمل هالطرش هو؟ عم ركب له حدوة. عم تحتوا الغنمات؟ والله لا أهديكم واحد 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 منا كده. أنا مهدي سيدي. مهدي؟ نرجع نهديك من جديد. رح نروق خيرات الله. شوفتك. بمعيدكم سيدي. وليد والله وجعني ظهري، أنبز لك شوي. أنبز لفوق. لا مو منيح، اطلع شوي تاني. وين بدي اطلع؟ لك اطلع، شايف لك ايه؟ منيح ايه؟ لا عود هيك، ايوه هيك. سبان. يلا. اخ يا وليد والله الحالة تعبانة، حالة تعبانة. خير؟ لك ايه والله ما عم لحي. والله عندي جراد بالبيت عم ياكلوا الاخضر واليابيس. لا حول ولا قوة الا بالله، الحق عليك انت. شو ساوي يعني؟ شو طالع بايدي؟ اشتغل شغلة تانية. شو بدي اشتغل؟ والدكان؟ بنهار الدكان وبتشتغل بالليل. ان شاء الله ان شاء الله الا ما نلاقي. خلصنا. شو الخالي؟ لك ابن لحي الحفلة نحضرها شباب. خلص هلا برجع بظبط لك. ليك ضبط بالعدي انا بين ما اجي. روح روح. ايه ماشي.